يعتبر ميناء بورسودان الشريان الحيوي للسودان، حيث يتم استيراد معظم البضائع عبر هذا الميناء المهم. ومع اندلاع الأزمة استمرت حركة البضائع في التدفق دون توقف، إلا أن حركة نقل البضائع البرية من الميناء إلى باقي المدن السودانية وخاصة الخرطوم قد توقفت. جينا قبل الحوادث ده ونحن لسه ما خشينا شحننا، ولقينا هاي بلد أمي ما مستتي وواقفين هسنين الحين. احنا عايشين ضيع، يعني ما يخفى على الناس، كل الناس أوضاعها يعني في ظروف هذه الحرب كلها متعطلة، لكن احنا في قطاع النقل نعاني معاناة شديدة، لأنه عندنا سواقين أصبحوا قاعدين شبه عواطية، دارين مصاريف، عندهم أسر، دارين يوميات.